اشكال مشاكل. اسمع خلاص لا اسمع من ضمن السهرانين معك كم واحد هنا؟ من ضمن عبد المجيد وفلان وفلان، من ليه ما قالوا شيء؟ خلاص 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 راشد راشد عقلك متقل كيف يا اخي؟ ما انتم سهرانين وما انت وخالد ومعكم مدري مين ومعكم عبد المجيد؟ ايوه سهرانين وش المشكله يا ابو حميد؟ يا راشد هذا من ضربه الانشيد ضربه في عندك ليه اسمع لا انا اعلمك ايش معنى انا ما تقبل عقل انا بد كلامك كذا وش يا راشد يدخل يصرع الربع لا اله الا الله قول له زهر صل على النبي يا الربع صل على النبي صل على النبي تجي يا مبلح يا ربع وانت يا شباب يا شباب يا الربع يا شباب صل على النبي صل على النبي تعرفون تصلوا على النبي ما شكيت يا مبلح صل على النبي صل على النبي راشد مبلح صل على النبي بلغ الاداره بعض المزح مو بزين انت تمزح يا راشد قلت انت بسهرانين وش الوضع؟ هم اخي صل على النبي صل على النبي يا راشد شككونا فيه صل على النبي قولوا لا اله الا الله عرفت تذكرون الله؟ بعض المزح ما له داعي، هذا شيء مو بشيء بسيط انك تمزح مع اخويك انك تهرق المحل هذا ما مزحت انا انا ما ادري من اللي مازح مع الثاني بس ذي مهم مزحه هذا موضوع كبير ولازم نكلم الاداره هم بيكلم بيتفاهم لا بنكلم الاداره ثاني شيء في كاميرات موجوده وفي كاميرات موجوده يا صالح انا قلت انت وام سهرانين وش وضعكم على طول راشد 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 تسرق يعني جاكي والشباب تكرم يا ابو حبيبي يلا المشكله في المحل وبدال ما تنحل المشكله في المحل تجي مشكلة عندنا بعد كان قصدك تقول شفتوا شيء جاء شيء سمعتوا شيء حسيتوا شيء من حقك اما تقول لي يا طويل العمر وش واضحكم ابو راشد بالنسبه لي ما ادري بس انا هذا من حقك يا ابو راشد اقطع الموضوع خلاص يا ولد اربعه اللي كانوا امس سهرانين يا ابو راشد خليني اتكلم يا اخوي اقطعوا الكلام يا حوال خليني اتكلم استعذ بالله 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 انا قلت اكتب سهراني امس وش وضعكم ما قلت انت سرقت ولا سرقت يا ابو راشد تعال اتكلم تسمح لي اسكت يا مفلح لا وازن كلامي قبل ما اعرف وازن كلامي قبل ما اعرف الرجال بينادون الاداره والله اسكت ما يسمعون خلاص يا جماعه تكفون هدوا الموضوع خلاص يا راشد يا ولد انت لا تدخل الشك الرجال بينادون الاداره دقيقه انا ما دخلت شك بس هو يقول انا وازن كلامي قبل ما اعرف يا راشد تفهم يا راشد الحين ليش ما فسرتوها الراشد شفتوا شيء هذا هو انا قلت للرجال قلت للرجال الراشد شفتوا شيء فيكم بسام يا ابو بسام خلص الموضوع من هنا ما تسوي مشكله ثانيه تكلم عن اربعه يا بسام بسام انت الموضوع انت تكفي ابو فوزان ارتاح يا جماعه في ناس راحوا للاداره ينهون الموضوع ما له دخل السكه في ناس اسمع الموضوع عبد المجيد في كاميرات يا في ناس راحوا للاداره خلاص ينتهي الموضوع انت يا دقيقه يا راشد في كاميرات موجودات وكل شيء بينحل طيب انا بعرف بدون لا تشرب معصب وقفيني ليه معصب
كلامك الزين. بسام استريح استريح بسام استريح. لا يا شباب بندفنا بندفنا. لا تسببون حساسيه بينكم على الفاضي. بندفنا بندفنا. بندفنا. المشكله في المحل لا تسوي الحظ. يا الربع تعاودوا من الشيطان وصلوا على النبي. تعاودوا من ابليس يا جماعه الخير. غير الموضوع. غير الموضوع. طيب انا تكلمت بشكل قال لا لا والله طيب وش في دوره يا ولد ولد احنا الحين بنشوف من يسرق المحل. طيب مبلح مبلح اسمع يا شباب ابغى اتكلم. لا تشوف سرق يا شيخ غير الموضوع. بندر طيب بيروح العمر تكلم دقيقه بقول عادم يا اخي ابغى اقول لك شيء. انت لما تقول كلامي انا موزون يعني مع انا وخالد العميس والفوزان وذولا حراميه يعني انت بتطلعني قدام عيالي اني حراميه. ما قلت حرام انا ما قلت حرامي. هم قال اللي سهراني هم منك نطر. بس انت اسمع انا اتكلم انا ما بخليك تتكلم. يا حبيبي انتهى الموضوع سكر الموضوع. اسكت سمعنا الرجال تكلم اسكت انت احاول ولا اقول لك. عمر قال اللي عندك خلاص انهي الموضوع. استريح استريح. اي بس احترم عبد الرحمن بحلم تتفلسف يا اخي. انا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن لا لا تتفلسف تسوي هي وقال كاي يا رجال نرجع استريح يا سلام. انا كويس وانا من ورا الورا يا الربع يا الربع اذا تكرمت لو سمحت ولو سمحت يبغى يسوي معلش خلاص خلاص انا الحمد لله ما تنرفزت ولا طلعت بطوري وبرش عزيز بيقعد يتكلم هناك مو بخليه يتكلم لكن العلم ايش عشان والله ضعيف يا حبيبي مهم السالفه ما هي لا لا بالله من وجه الله اسحب لي عبد الرحمن انا ايوه طلع لا خلاص تكلم عن الولد انت بيت انت والله عجل يا منيف اذا تعزني خلي الله يرحمه والله يا الربع خلوني اتكلم يا اخوان. هو الموضوع مو موضوع والله اني عصبنا ولا ما عصبنا بس يا ولد يا الربع قولوا لا اله الا الله. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب احنا قلنا نمزح نستهبل نخلي طبيعتنا لكن طقطقة هذه فيها سرقة. الحين ايش انت ما انت ترى ما احنا بروحنا ترى الاف يتابعونا الاف يتابعونا ويقتدون يقتدون مثل اي شخص راح يسوي يا اخي لا انا ما من يتكلم من يتكلم في الموضوع سكر من يتكلم بندر كاميرات بيدك لا اله الا الله سكر الموضوع الاداره جايه العصب تسوي اجتماع في 60000 رقم رجل واحد لحيته يسطوله خلاص انتهى الموضوع الاداره عندها شغل لا اي طيب من اللي قال انكم سارقين سكر الموضوع شفتوا شيء بسام 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 سكر الموضوع نهائيا العصر في اجتماع اللي دراسه شيء يطلع هنا عطني قصيده يا سعد يا حبيبي في كاميرات وفي بصمات كل شيء بيجي تطلع الكاميرات اذا كان الموضوع مزح انا اتوقع اذا كان الموضوع مزح على على اللي شفناه ما خلاص لا عاد حد يناقش الموضوع خلاص سكر الموضوع يا الربع انت واقف في الاداره قفل السالفه لا تسكر خلاص قفل السالفه قفل السالفه حتى يعني لو مسوقها بكم كان هي لا عطني قصيده يا اخي وين راعي التميس عبد الرحمن انا بقول لك شيء عبد الرحمن راعي التميس وين دقيقه شباب انا بقول لك عبد الرحمن لا لا تقول لي هذا الله يرحمك مو كل ما قال احد كلمتين قطعته يا اخوي ترى الناس ترى اذا هم ساكتين عبد الرحمن احنا نعرف انك انت انسان كويس وقلبك طيب ومتحدث اعط الناس فرصه يا اخوي لا تسوي لي فيها كينج يا اخوي انت يا متى عبد الرحمن بس انا يا شباب كل ما نقدر نتكلم خلاص انا ما رد عليك ردوا عليك الرجال المفروض تقدر كلام الرجال وتطلع لا احنا عندنا سالفه من غير الموضوع ولا تعيد الموضوع بس قدر الموضوع خلاص انت هنا يا وائل الى متى اسلم يا عبد الرجال الى متى ما بسكت الى متى تعيد الموضوع الى متى الى ان تسكت انت عبد الرحمن الى ان تسكت خلاص نسكت لعيونك بس سكت الموضوع خلاص لا لا يقربني لا خلاص والله لا يقربني يلا يلا جايك بطلع والله بطلع بطلع والله بطلع خلاص كلمنا الاداره ايش تبغون فيه كلمنا الاداره انا شايف دروسكم كل واحد بيرجع 20 ساعه قبل يجي وش اول الساعات حقك ترى انا يا صالح ابشر نعطيك ساعتين كفو والله يا عبد المجيد يعني انت اللي ماخذها خلاص يا شباب لا والله صدق فكونا من الموضوع الإدارة بتجي انا يا الربع يا اخي لحظه يا
يا ناس والله ما شفناه بالعقل عرفناه متسابقين بياخذون ساعه ولا ناس حتى كم لو تسرق يا رجال احنا ما دخلنا ندومي عشان اسرق ساعه والله العظيم انتبه لا يا ربع لا حد يقول يا بندر 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 التونه اللي اربع ايام والله منها ابن منها ويتونه ما بعد الماس خلاص انتهى الموضوع خلاص انا بقول لكم على طاري السرقه تسلم انا كنت اشتغل مع نرجع الموضوع التونه ما اللي خلاص سمطه موضوع